بعد 8 سنوات على إقراره في الدستور و36 شهرا منذ إحالته على مجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية قطع أول مراحله بتصويت مجلس النواب عليه بالإجماع، مشروع سيدخل اختبارا تشريعيا آخر بمجلس المستشارين لإدخال تعديلات عليه قبل إعادته إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية. ولم يمر مشروع القانون التنظيمي مرور الكرام في اللجنة المكلفة بالغرفة الأولى، بل أثير حوله نقاش سياسي اعتبر المتابعون أن مساره مر بالكثير من المنعرجات. مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجال التشريع والعمل البرلماني وفي مجال الإعلام والاتصال وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني والإدارات وسائر المرافق العمومية، بالإضافة إلى الفضاءات العمومية ومجال التقاضي. مشروع القانون اقترح مدة 10 سنوات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ونص على تقليص أمد بدء تنفيذ المقتضيات المرتبطة بتعميم تدريس الأمازيغية بمستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وتوفير الترجمة الفورية خلال أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية من 10 سنوات إلى 7 سنوات. وفيما يتعلق بالآجال، حدد النص التشريعي التنظيمي مدة 10 سنوات بدل 15 سنة لبدء تنفيذ المقتضيات المتصلة بتوفير المطبوعات الرسمية والوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضابط الحالة المدنية والوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية، وكذا نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة والقرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية. وبخصوص آليات تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، نص المشروع على إحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئيس الحكومة يعاد إليها بمهام تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.